بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم على جزئية، الأهم جزئية في كرة القدم، وهي موافقة الأندية على شكل الموسم القادم بإذن الله. بحضور الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب اللي هما أكبر ناديين في مصر، وافقوا على نظام الجدول السنة إن شاء الله القادمة بإذن الله، أو خلاص الموسم خلاص قرب، يعني شهر أكتوبر يبتدي الدوري المصري. هيبدأ كالآتي، هيبتدي الدور الأول بكل، وطبعا أكيد أنتوا كلكم عارفين وكله متابعين جيدين جدا. ولو أنا حصل لي سهو أو نسيت حاجة أو يا ريت حد يذكرني أو يعدل لي أي معلومة. يا جماعة دي ما بتقللش مني ولا حاجة، ده بالعكس انا بستفاد من المشاهدة اكتر ما انا بتكلم. يعني 18 نادي هيلعبوا الدوري من دور واحد، 9 الاول للتاسع هيبدا ينافس على بطولة الدوري، وانت نازل ال 18 ده هيلعبوا على صراع الهبوط. هي فيها مميزات كتير جدا، ما فيش فيها الحمد لله، يعني هي مش عيب، بس احنا اكيد الشركة الألمانية وفي شركة إماراتية موجودين الوقت، الشركة الألمانية بتحاول أو هي خلاص بتخطط اللي تعمل دوري يشكل يليق بمصر ويليق بالدوري المصري، وخاصة إحنا من الدوريات القوية موجودة في المنطقة العربية، وبالعكس يمكن في أفريقيا كمان بشكل عام بشكل كبير جدا. وجود النادي الاهلي، وجود الزمالك في الدوري المصري، لا اعطي تقل كبير جدا جدا، عشان كده كله بيتنافس وكله عايز يبقى موجود، سواء قنوات فضائيه او لجنه حكام، حاجات كتير جدا كل الناس عايزه تشارك في الدوري المصري. ده ما بيقللش يا جماعه من الناس اللي بتخدم سواء اتحاد الكوره او رابطه الانديه او رؤساء الانديه، كله عاوز المنظومه كلها تنجح. الحاج عامر حسين عمل اللي عليه، ودار الكوره بشكل كبير جدا، في ناس ممكن تبقى معاه وفي ناس ممكن تبقى ضده، لكن في الاول وفي الاخر زي ما بيقولوا عدها لبر الامان. اتمنى، انا شفت كتير قوي النهارده على السوشيال ميديا في ناس كانت بتهاجم الحاج عامر حسين، وده مش حاجه مش كويسه، ولا هي حاجة يعني المفروض، يعني خلاص الراجل عمل مهام بتاعه ووصل للدوري، خلاص الاهلي فاز ببطولة الدوري، بيراميدز فاز ببطولة الكاس، واعتقد ده كانت نهاية بالنسبة للفرقتين، عملوا مجهود طول الموسم كان كويس جدا جدا. الداخلية والمقاولين وبلدية المحلة اعتقد برضو كتر خيرهم، يعني في ظل ظروف الامكانيات اللي هم موجودين فيها اعتقد دي برضو عملت مشكلة كبيرة. بس اللي انا عاوز اقوله لنادي المقاولين، الحاجة اللي انت بتعملها استثمارية في قطاع الناشئين انا مش حاببها، انا كلاعب كورة مش حاببها، بتجيب لك دخل بس خلي بالك هيجي في الاول وفي الاخر هتلاقي المنظومة كل مادة بتنزل، مش عايز اقولك بتقع، بس كل مادة هتلاقي الدنيا بتصعب عليك، وده اللي حصل وده اللي خلاكوا تبقوا موجودين في صراع الهبوط. ان شاء الله نشوفكم. طبعا ما ينفعش المقاولين ما اعرفش اتفرج عليه غير في الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. بشكر عن نفسي انا كلاعب كوره سابق، بشكر رؤساء الانديه، بشكر التعاون الجميل اللي بين رابطه الانديه وبين اتحاد الكوره وبين الانديه بشكل عام. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله نشوف موسم كروي احسن واحسن، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للانديه المشاركه في بطوله افريقيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.